قواعد حتى في الدين بتقول او في التشريع بتقول ان الـ 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 ان اختلاف الزمان والمكان اساس. أوه. ان انا ممكن اغير فتوى او تشريع ما باختلاف الزمان والمكان. عشان كده انا ضد كلمه سلفي. انا ضد الكلمه دي. سلفي يعني انا ماشي على السلف، يعني انا منعت حاجه مهمه جدا في الدين ده، انه يصلح لكل العصور وكل الازمنه. انت التطور انت منعته، بالعكس انت لازم تجتهد، والاجتهاد يعني فرض اصيل، يعني يمكن يعني زي الفروض اللي عندنا ده فرض اصيل. صح. انك تجتهد مثل ما عم بتقول، لانه بعصر سابق غير عصر اليوم، يعني بالظبط مع تطورات العصر بياخد اجتهادات خاصه فيه. بالظبط كده.